بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أمين. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين. بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا جدا، لأن الموضوع اللي بنتكلم عليه سيدنا النبي بيقول بسببه ممكن ما ندخلش الجنة، عن صلة الرحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. في بعض المواقف والله على المستوى الشخصي الواحد بيشوفها بعينيه، موقف من ضمن المواقف، شخص جاي بيسأل على العريس والعروسة، وهو جاي عشان العريس اكتشفت ان هو ابن اخوه، يقول له هو العريس اسمه ايه؟ متخيلين؟ يعني بعد 30 سنة او 25 سنة او 20 سنة العم جاي يسأل على ابن اخوه اسمه ايه؟ وكان حتى العريس والده متوفاه الله. بعض الناس ايضا يقول لك يا عم محمد ده احنا المشاكل ما بتجيش الا من ورا الاهل والقريبين مننا، هم سبب كل مشاكلنا، مركزين في حياتنا، عاملين كيت وكيت وكيت وكيت. طب في نفس الوقت سيدنا النبي بيقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. المعادلة دي تتحل ازاي او نعمل فيها ايه؟ اكيد اللي هتجاوبنا على كل الكلام الجميل والرائع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دكتورتنا اللي منورانا النهاردة، وبقول اضافة كبيرة لدنيا ودين، دكتورة دينا ابو الخير، واعظة من وزارة الاوقاف المصرية. اهلا بيك يا دكتورة. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. منورانا دكتورة. نور حضرتك ونور اسرة ربنا. الله يكرمك. المعادلة غريبة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. في نفس الوقت بعض الناس يقول لك الغريب احسن وافضل من الغريب من القريب في بعض المواقف، نحلها ازاي؟ اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. صله الرحم يا دكتور محمد من الامور اللي فعلا بيكثر فيها الحديث، وخاصه في الزمان اللي احنا فيه في كتير من المشكلات، بعدنا عن الدين، ويمكن حتى والله قبل الدين الاسلامي بعدنا عن الاخلاق الطيبه. تمام. اللي بتحيا وبيحيا بيها المجتمع بشكل عام. صله الرحم من الامور القويه اللي وصانا بيها الدين. الاصل ان صله الرحم من الامور المهمه اللي رب العالمين جعلها يعني مع الامور العظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى اليه رجل ويساله اخبرني يا رسول الله على عمل يدخلني الجنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. حضرتك شوف حط يعني الامور العظيمه، العقيده والصلاه والامور المفروضه علينا، واضاف رب العالمين صله الرحم. صحيح. يعني ليها على قدم المساواه من التوحيد والامور اللي احنا مفروض ان احنا يعني مامورين بيها. يعني ايه صلة الرحم؟ او مين اللي حواليا اقدر اقول هم دول بالفعل اللي بنقول عليهم او اللي بيقول المولى تبارك وتعالى وسيدنا النبي هم دول صلة الرحم بالنسبه لي؟ الرحم الاول يا دكتور محمد. أيوة. هي مشتقه من اسم الله جل وعلا الرحمن. الرحمن رب. صحيح. العالمين جعل ليها اشتقاق من اسمه جل وعلا. الرحم معلقه في عرش الرحمن. تقول يعني من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أمور يمكن وأدلة هنقف عليها النهاردة يا دكتور بالنسبة لنا هتكون سبب لتحوير مسارنا إلى أفضل. لما أعرف إن الله جل وعلا هيصلني ويكون معي دعم وسند وولي وخير مدبر لأموري، أكيد هحافظ على الأمر ده. لما أعرف إن بالأمر ده لو قطعته رب العالمين هيقطعني، المعنى جديد جدا، يقطعني من كل خير ومن كل رحمة، من كل الأمور اللي احنا بندعيها مع بداية كل يوم من المولى عز وجل. طيب مين هم الرحم؟ أيوة. الرحم هم النسب، يعني هم الأقارب من النسب، من الأب والأم. تمام. كل دول هم يعتبروا صلة الرحم. صلة رحم. الأب والأم، الأخوات، العمام، الخلان. وحضرتك عارف طبعا الميديا ممكن بقى فيها شيء من الهزار دايما، بيبقى عيلة الأب غير عيلة الأم. صحيح. ويبقى في حاجات من دي بنقعد نشوفها، وده واقع على فكرة، مش مجرد كلام الشباب. أو هزار. صحيح. ما هي لو احنا خدناها واقع. هي عيلة الأب هي في وقت من ناحية تانية هي عيلة أم، خلي بالك حضرتك. صحيح. فهي الفكرة احنا يمكن بنروج لبعض الأمور احنا بنكون سبب فيها. طب ما أنا لو عم في من جهة فأنا خال من جهة تانية. تمام. هي الفكرة إن الأخلاق لا تجزأ. صحيح. إن الدين لما بسعى في تحقيقه المفروض بيحقق لي أفضل شيء. فالرحم هما يعني الأقارب من ناحية الأب ومن ناحية الأم. طيب جميلة دكتورة، سأذنك وناخد معنا أستاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، منورين كالعادة يا أستاذ محمد. الله يكرمك، بنورك يا فندم، اتفضل. كان في بس سؤال للدكتورة، هي المعاملة بالمثل في قطع الأرحام عليها وزر؟ يعني لو حد من قرايبي ما بيصلنيش وأنا تعاملت بالمثل عليا وزر؟ والوزر عند على مين أكتر؟ حاضر يا فندم، حاضر. شكرا جزيلا. أستاذ علي بيقول المعاملة بالمثل، وهنضيف إليها دايما الزوجة. أهلك طالما أمك وأبوك بيتعاملوا معايا كده أنا هتعامل معه. فرح من ناحية أهلك والله
لو قلت لها هزعل منك تمام. أيوة. في نفس الوقت ان كل حاجه بالنسبه لها شايفاها كذا او العكس صحيح. طيب تمام. اقول لحضرتك هو فكره الاول بين الازواج البعض بيظن بالخطا ان اقارب الزوج للزوجه هو هم صله رحم ليها. تمام. والعكس هو ده مش صله رحم. احنا صله الرحم اللي بيخصوني انا من ناحيه الاب ومن ناحيه الام هم دول. تمام. طيب معنى كده ان احنا نقطع يعني قرايب لزوجي مثلا والاولادي؟ طبعا مش معناه كده، بس بنبين بس حدود صله الرحم. تمام. ليه؟ لان احنا بنشوف الاسئله اللي بتيجي، الايذاء الشديد اللي بياتي على احد الزوجين من الاطراف الاخرى من اهل الزوجه. تمام. او اهل الزوج مثلا. فهم بالنسبه لي بنقدر نقول لا، احنا بنتعامل معاهم بتعاليم الدين. مهما حصل الاذيه منهم. أيوة. مهما حصل لان خلي بال حضرتك هو وهم المفروض يعني المشاهد بيبقى فاهم ده ان اولادنا ما هم متعلقين صله الرحم بيهم. صحيح. على فكره هو فحتى الجد لو لقيتي اذى لو لقيتي اذى حتى لو لقيت انت اذى من اهل الزوجه فواجب انك تفصل الاذى ده، لكن تمام. لازم تكون العلاقه طيبه بتعاليم الدين وعموم الدين. تمام. المفروض الاخلاق. طيب هو انا لو عملت بالمثل بقى. أيوة. سؤال السائل الكريم. أيوة. لو لاهلي وصله رحم عملت بالمثل، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيرد علينا في الامر ده. ليس الواصل بالمكافئ. بمعنى. ليس الواصل بالمكافئ. ولكن الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يعني ايه بقى معنى الحديث؟ أيوه. هو انا عشان اكون واصله الرحمي مش معناه ان هو عمل لي زياره اقدم له زياره، جالي في امر معين او هداني برد له الامر ده. تمام. لا، ده هو لو قطعني انا بصله. وده معنى عالي جدا، وده بقى اللي يخلينا لو عندنا صله رحم فيها شيء من القطع دكتور محمد انا بصلها. ليه؟ حرصا على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا عايزه اكون من صله. أيوه. الرحم واصلين الرحم، هو قطعني هو اذاني. لا، انا عليا ان انا اصله مهما قطع. طيب لازم نقول برضو كلام يتقبله. أيوة. نفسيه المشاهد. صحيح. وكل حد. طب انا بيتعرض عليا امور مأزية كتيره وفيها اذى وضر واقع عليا، هنا ممكن نقول ان في امور اللي بيها ممكن احط حدود واضع حدود بيني وبين اللي بيتحمل. تمام. منه هذا الضر. بمعنى ايه؟ يعني انا لو بزوره كل اسبوع مثلا. لا، انا بخف هذه الزياره. تمام. احنا عندنا الوسائل الحديثه السوشيال ميديا اللي بين ايدينا ممكن عالجت شيء من ده. لو انا حد اكل ميراث احد مثلا. تمام. اخ لاخته مثلا. صحيح. الامور القويه واب او ام او امور زي دي، هل هقطعهم بالكليه عشان في ضرر واقع؟ أيوة. لا، هستعيد عن ده وافوض الامر في الامر اللي ظلمت فيه او الواقع عليه ظلم، وابدا اشوف زي رسائل زي كلمات طيبه ممكن اقدمها. تمام. الى ان يصلح المولى عز وجل بينهم. ربنا يكرمك يا دكتوره. طيب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا يدخل الجنه قاطع رحم. هي ايه فايده صله الرحم؟ هم بشر زي بقيه البشر في الدايره المحيطه حواليا. ليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ربط ان لا يدخل الجنه قاطع رحم بصله الرحم؟ ليه الموضوع مش زي بقيه الناس وخلاص؟ يعني ايه الفايده؟ هم مش زي كل الناس يا دكتور. ايوه، هم دول الاقرب، دول الفئه المتماسكه اللي بيها بيصلح المجتمع كله. تمام. لبنة وبيت الأسرة ده، الأسرة الصغيرة والكبيرة، كل ده لما بيكون بينهم تماسك. أيوة. ده بيصلح المجتمع. صحيح. كله. صحيح. هو ما بعيش أنا لوحدي في المجتمع، ما حدش عايش لوحده. الزوج والزوجة وأولادهم لما بيكون ليهم أمام وخلان وجدود فروع وأصول عصر. كل دول. صحيح. بيبقوا دعم وقوة. المجتمع كله بيبقى دعم وقوة لو كان متماسك. تمام. اتجاه أي قوة تانية. أيوة. فهي دي الفكرة. ده الأساس والصورة من بعيد قوي. طيب من قريب ايه اللي ممكن نقوله لحد عادي؟ ايه اللي هيعود عليا من صلة الرحم؟ هيعود عليا ندخل الجنة. هي تفضلت في البداية بقاطع الرحم لا يدخل الجنة. ده أمر مزلزل، أمر بيغير الإنسان. صحيح. وبيخليه ينسى كل الأمور والصغائر اللي ممكن يقطع بيها حد على مدار سنين. تمام. لو هو فعلا تدبر هذه المعاني، انا مش هدخل الجنه، انا براهن على الجنه وعلى الحياه الابديه الاخيره اللي هي الاساس على قطع رحم، اصل حصل لي وحصل لي، تغافل عن ده وعدي ده عشان الجنه. تمام. طيب ايه اللي يعود عليا؟ أيوة. البركه في العمر والزياده في الرزق. يا الله. زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام. كلنا اكيد بندور وبنسعى على الارزاق، على بركه العمر. زي ما اخبر النبي، من احب ان ينسأ له في عمره ويزيد له رب العالمين في عمره وفي أجله. تمام. فليصل رحم. طب معنى كده إيه؟ يعني أنا لو عايزة رزق حقيقي. تمام. رزق معنوي. أيوة، ده بالصلاة الرحم. ربنا يكرمك يا دكتورة. استأذنك ناخد معنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. بعد إذن حضرتك، أنا قاعدة في بيت عيلة وأنا قاعدة في بيت عيلة. تمام. وأهل زوجي طلعوني من البيت، يعني كروشينه وخدوا شقتي. واتأذيت منهم كتير، مشاكل كتيرة، لحد تمام. ما خدت ولادي وطلعت بره البيت.
وبعد كده بعد ما طلعت كل شويه عند شيخ وكل شويه عند مستشفى شكل وكل شويه بيقولوا لي ان انت معمول لك اصحار وحاجات من دي. فصراحه جالي اورام وجالي مشاكل كتيره في صحتي واتاذيت منهم كتير، بس صراحه مش قادره امنع زوجي عن والدته وعن اخواته. تمام. فانا عليا وزر او ولادي عليهم وزر لان هم اذوا ولادي برضو كتير. تمام. وانا دلوقتي مش قادره ادخل البيت لان ليا سلفه صراحه هي اللي معقده الدنيا كلها وخلتهم. طيب. كلها يتجمعوا. ام عبد الرحمن، اللي انا فهمته ان زوج حضرتك بيود ابوه وامه واهله، مظبوط؟ بيود والدته لان والده متوفي واخواته. تمام. لكن اولادك، انا عليا وزر. اولادك؟ لا، اولادي هم بيرخموا عليهم وبيبهدلوهم. انت منع اولادك يعني ولا سايباهم لهم حريه؟ مش منعاهم. مش هما لما بيشوفوني انا مريضه واللي دخل في جسمي مش راضي يطلع اكيد بيزعلوا. طبعا هما بيزعلوا، وهم لما بيروحوا عندهم هم اصلا ما بيتكلموهمش كويس. تمام. اعمارهم قد ايه يا دكتور محمد؟ انما زوجي صراحه بيروح. طيب فهل انا عليا وزري انا واولادي ولا؟ طيب دكتوره دينا بتسال حضرتك اعمارهم قد ايه الاولاد؟ ما شاء الله 14 12 10. حاضر حاضر يا ام عبد الرحمن، شكرا جزيلا. حاضر. شفاك الله وعافاك حبيبة قلبي. بس هي الفكرة، هي قالت هي حريصة طبعا على العلاقة اللي بينها مع كل الأذى. تمام. اللي هي شافته. طبعا جزئية الأسحار أو حد قالك إنه هو عاملين لك أو كده، إحنا بتقول ما إحنا مش معانا دليل على ده، ابعدي الفكرة دي حبيبتي خالص عنك، يعني ابعديها تماما عشان ما توقفيش حياتك عليها، ان انا مسحورة وهم اللي سحرني، فطبعا بتزيد. أيوه. الامور سوء. صحيح. الزوج هو اللي يكون واصل للرحم ليه. ولازم يكون عليه جانب برضو مهم قوي، ما يبقاش الشخص شايف ظلم واقع على مراته واولاده او العكس. طبعا. يبقى تارك الامر. يفهم ان في امور معقولة كده، يبقى في حفاظ على المستوى اللي بينهم. طب انت عليكي ذنب؟ انت مش عليكي ذنب. لو حصل منك ضرر مش عليكي ذنب، لان زي ما قلنا في الاول هو مش صلة رحم ليكي. تمام. اولادك هم صله رحم ليهم. طيب. يزوروهم او يكلموهم بالحد اللي ما يكونش عليهم ضرر. تمام. نفسي او ايذاء واقع عليهم بشكل صريح. جميل. لكن الزوج هو في المقام الاول واولاده. استاذنكم ناخد معانا استاذه شيماء. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كان عندي سؤال، وانا لو في حد من اهلي واكل ورثي وانا مش مقطعاه، يعني فده وزر عليا ولا لا؟ حاضر يا فندم. حاضر. سؤال، اهلها حد من اهلها واكل عليها الورث، واخد منها الورث يعني. وطبيعي ان الانسان ما ينفعش هتبقى واخد حقي وانا هضحك في وشك يعني. ده اللي بنتكلم فيه. بالزبط. هو فعلا اكيد هيبقى لازم ليكي واقفه ان انت تحسسي اللي اكل الميراث واكل. تمام. حق رب العالمين في المقام الاول وحقق ان ده خطا وحد يصلح بينكم. استحاله واكل الحقوق خلاص. تمام. فواضي الامر لله رب العالمين من ناحيه الناحيه الماديه هيجيب لك الحق اضعاف مضاعفه ببركه بامور كتيره. طيب انا كل ده تمام ممكن اكون عليه، لكن انا هصل ازاي لو كان اخويا؟ أيوة. او حد قريب مني هنصل بالقدر اللي ما يدكيش انت، بالقدر اللي ممكن تعمليه بدون ما تكوني زي الاول معاه. تمام. برساله. بكلمه هتجتمعوا في اجتماعات عائليه، لازم هتتقابلوا في افراح مناسبات. في مناسبات. صحيح. هتتكلمي. ما يكونش النيه يا دكتور محمد بالقلب. ودي اهم حاجه يا جماعه، اللي حابب وكان عايز يبقى في حد بينه وبين حد اذاه يكون نيته خالصه لله ومش قاطع، هو بس بيعبر عن غضبه من الامر الفلاني. تمام. لكن لو يعني عايز منك امر وطلب منك ولجأ ليكي اخ او اخت وهم بالحاله دي، تكوني اول الناس اللي يكونوا معاه. جميل. ودي على فكره بتيجي بالفطره. يعني ممكن في الوقت تقول لا انا عمري ما اعمل كده، لكن صدقني هي في المواقف الحقيقيه بتكون متصدره للمشهد، لانه في الاخر هم صله رحم. صحيح يا دكتور. طيب. لما بنتكلم في ملف صله الارحام هو ملف اجتماعي اسري رقم واحد. ده حقيقي. تمام. فطالما هو اسري خلينا نبدا دايما بالزوج والزوجه فريقين. احيانا الموضوع يا غالب يا مغلوب. تمام. يا اهل الزوج يا اهل الزوجه. فكره ان طبعا وحضرتك واضح من الكلام ان لو الزوجه نتيجه افعال كبيره من اهل الزوج كبير. هي هو الموضوع مش فرض عليها كبير. بس اهم حاجه الزوج هو اللي يود اهله. طيب. بس في نفس الوقت ده بيأثر على الزوج. لما يكون النهارده امي مريضه او والدي مريض او في مناسبه وتلاقي دايما زوجتي تقول لك لا هي صح مش مجبره بس انا كراجل في بيتي مثلا شكلي مش حلو قدام اهلي، كاني مش مسيطر في بيتي. او هي مش عامله خاطر ليا. فليزعل ابويا وامي في نفس الوقت. هيزعلني في نفس الوقت. طبعًا. على الجانب الاخر. الام دايما بعض الناس واخدين ان مرات ابنها كان الموضوع تحدي بينهم وبين بعض او خدت ابني وكنا داخلين في معركه. ازاي تتحلى يا دكتور؟ لا كلام حقيقي يا دكتور، لا ملوش دعوه باللي احنا كنا بنقوله في الاول. احنا بنقول في حاله لو في خلاف شديد وضرر واقع. تمام. لكن فكره الانسانيات حتى لو انا مش مجبره. أيوة. على ده انا بعتبرها شيء من الفرد. محبه الازواج لبعضهم والموده والرحمه لرب العالمين جعلها بيخلي الزوج يشارك مع اهل
اهل زوجته، حتى لو واقع ضرر، حتى لو من بعيد، لكن يكون موجود. وبيبقى دور بقى للطرف الاخر، لا ده زوجي كذا، وتبدا تلطف بينهم. وكذلك الزوجه، حضرتك ضربت مثل لو كبار في السن ومحتاجين رعايه، ايوه مش فرض، لكن في انسانيه، في اخلاق، في معامله للزوجه لزوجها المحب ليها، ان هي بتعمل ده ابتغاء وجه الله ومرضاه لزوجها. طلع ده مهم، طلع الايام دي موضه كده على السوشيال ميديا، مقسمين الموضوع. يعني زمان عمرنا زمان ما سمعنا عن الكلام ده. طلع موضه كده ان الزوجه غير مجبره على خدمة أهل زوجها، وبعض الناس كمان يقول لك ده الزوجة غير مجبرة على خدمة زوجها كمان. يعني شوف، وصلنا الأمور وصلت لمرحلة يعني طب أنا متجوز ليه؟ هدن. لا طبعا ده هدن، طبعا هدن كل الدعاوي دي يا دكتور محمد، هدن للأسر والبيوت المسلمة. البيت المسلم قائم على زي ما قلنا في الأول الأساس اللي رب العالمين جعله مودة ورحمة. صحيح. المودة والرحمة دايما بنقول إن المودة، الحب ما ذكرش في القرآن يا دكتور محمد، ما ذكرش كلمة حب في القرآن، ذكر إيه؟ المودة، لأنها أعلى درجات الحب. الحب يا أحبة إن هو الإنسان يقول للي قدامه أيا كان الأزواج أو الأبناء، يعني أي حد، إن هو بيحبه. لكن المودة لا، دي ترجمة فعلية عن الحب. فأنا لما بحب الطرف الآخر فبترجم ده بأفعال. هتيجي إزاي الأفعال لو أنا ما بعملش حاجة؟ الكلام ما أسهله. لكن صحيح. فكرة إن الزوجة لا، هي تخدم في بيت زوجها، أكيد ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت ستنا فاطمة بتطلب خادم من النبي، فقال لها ألا أخبرك بأفضل من هذا، يعني أفضل من خادم، وأمرها اللي احنا عارفين بقى بالتسبيح والتكبير ويعني التهليل كده، الأمور اللي احنا تعلمناها من سيدنا النبي سبحان الله الحمد لله والله أكبر. طيب معنى كده إيه؟ إن ابنة محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر وسيدة نساء الجنة، بتخدم في بيت زوجها. فطبعا بالتالي الخدمة على المرأة لبيتها ومساعدة برضو لأهل زوجها إن استطاعت هذا، وبدون ما يقع عليها ضرر أو أذى. جميلة دكتورة، كلام رائع وجميل. آخر سؤال والوقت بيعدي بسرعة جدا مع حضرتك. فكرة دايما إيه؟ أنا زعلانة مع أختي، فبكلمها في كل المواسم، في العيد أنا اللي بكلمها، في رمضان أنا اللي بكلمها، وكأن الموضوع فرض، وهي زي مكبرة دماغها ونتيجة اهتمامي بيها، فشايف إن الموضوع كأن يعني خلاص هو اللي بالشكل ده. فأحيانا بعض الناس مؤمنين إن ده كويس وشيء يعني ممكن يكون سبب في دخول الجنة، بس الإنسان أحيانا يقول لك إنه له طاقة. لو انا تراجعت الموضوع هيبقى صعب، ولا تراجعت بس مش هقع خالص وبكون قاطعه للرحم. تمام، هي دي الفكره. ان انا بفهم اللي قدامي ان ده شيء مزعلني، لكن مش معنى كده ان انا هقطع ده. والله وهي لو هي فضلت مستمره في العطاء، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صحيح. رب العالمين بيعوض ده، رب العالمين بيديها وبيعطيها الخير والبركه نتيجه ده، وهتعتاد عليه. ممكن في الاول يا دكتور محمد بيبقى صعب. تمام. بيبقى صعب ان انا اعمل وما الاقيش، والنبي علمنا من لا يشكر الناس لا يشكر رب العالمين، فده تمام. لكن فكره ان انا مره في مره بلاقي نفسي معتاده على العطاء وما بصش الا للاثر مترتب عليه في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا دكتوره، نورتينا وشرفتينا، والوقت زي ما بيقولوا بيعدي معاك بسرعه جدا جدا، وشكرا جزيلا. طبعا تسلمي دكتوره دينا ابو الخير، وعايز ابو وزاره الاوقاف المصريه، شكرا جزيلا ليها. وبنقول دايما اي حد، وخصوصا اللي انا اقوله ده، الاب والام في كفه والبشر كلهم في كفه، اي حد بعيد عن ابوه وامه او زعلان منه او مخاصمه والكلام ده، بسرعه ارفع التليفون، بسرعه روح زورهم، بسرعه اسال عليهم، عشان في حاجات في الدنيا لو فات الوقت والله لو عملت ايه الموضوع انتهى، هتتمنى بس ثانيه او لحظه يرجعوا عشان تبقى خدام تحت رجليهم. فربنا يا رب يحفظنا جميعا ويحفظ اهالينا. مكملين معاكم باذن الله في دنيا ودين مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ حازم جلال، ولكن بعد الفاصل باذن الله.